السوق العشية نولي نسخف حيلولية من كل حاجة نشري حية باه صبر روحي شوية أنا في المغرب تفرح عيني كي روح اللي مدير فيني يلجوع باي باي يخديني ما يدري ملتلي عيني زيد نخدمها بخيمة جبوبي نشربونا كل مكتوبي خلي نمسح كل ذنوبي أنا يا شره سيدة لحنها علا وزادت حفها حسني والله في يومي صعد لها وكملها ولسه يمين اهداها والله يا ربي يا حناني سخانة تقتل اليوم وش راح نطيب له هذا الراجل اليوم ان شاء الله نطيب له راسه في حلة بياكله اسمعي انتي وش راك تديري هذا وش راك تطيبي راني نطيب في جاري وش راح نطيب لك في هذا السخانة جاري 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 من قوة الجاري عدت نشوف في روحي طم جيري فهمتي ولا وش راح ندير لك انا ما كشايف سخانة هذه يا دبير عفوق الى راك حاب تشوطني في هذا رمضان شوفي ما نشوطك ما تشوطيني انا اللي دون طيب اليوم انتي روحي اقضي كوان وقعدي تفرجي اذا كنا عدت لك الطياب على اصوله سيدة رزقي نقيبها لها ايه عيش تشوف والله هي اليوم تصب النو عيش تشوف ولا عيش تموت هيا قبضي قلت ركنا هاتي تراش التليفون هاتي نكلم الهم هذاك هاك التليفون هاك ورا هاش نشوف هاو صوت هالو العقلي هالو يزدي يعذر معايا قريب تاكل لي 3000 يزدي التليفون هتحرقولي انت ولا وش انت لما تزش يضا ونطع برو كيف هذا وانت نوض قريب ما ذاك راح الحال هيا نوض بقى نبطل مرشي كشمال نصرفوا على ارواحنا وكو ندير دوش بالواقفة ونجيب دير بالواقفة ولا بالقاعدة قلتك زوز دقايق تكون عندي وش ابروك تبان زاهي اليوم اليوم انا اللي رايح نطيب انا اللي اليوم نقبض الطياب فهمتل كرهتني نفس جاري 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 يا سيدي هذي رمضان كامل عادة تقلبني طمو جيري فهمتي انا اليوم اللي راح نطيب وانا اللي راح نذكر راح نصرف مصروف ثاني شوف ما نجي اللي الحاجه اللي تقابلني نشرح فهمت بصح ما بقاش الوقت قتل السويع المغرب يكفيني كفيني 3 سوايع تكفيني على عند بيت السوق ولا هذه شويه نجري نقولوا احنا شويه نتاع الديسير باش ندير عليه انا سربات فلوي فهمت ندير سربات فلوي فهمت ونجري شويه سلطه خضراء ندير سلطه ثاني وكما كانش ثاني نزيد نختمها ندير حريره ما نلقى الحوت انا هذاك الكونجلي نشري ندير بيه حريره واش تقول سيده رزقي قيبها لنا كما كش عارف ما نظنش شي ما تظنش هيا مشي اسكت علينا ابروك انا جبل لي كرشك هي اللي تمشي فيك مالا اليوم مالها باين العرضه راهي عندك مالها ابروك انا يا كرشي تمشي فيا وانت يا تموت على القم وكذا والدنيا اللي ما عندكش دار تاكل فيها انت مانيش مصدقك انا إذا مش مصدقني أنا نقعد نضحك معاك برك اليوم راك فاطر عندي خير كلم الدار قول له ما تراعوليش من هنا طول معايا للدار على الأقل الليلة نتسقى قهوة عندك بلاش ناصبني يا بروق فيها ناصبك فيها ناصبك ذوك تفطر فطور تاع مماليك بعد فهمت ولا هذا صلاد فروي والأمور والضرب الزين برك عندي أنا أنا ما عنديش هذا التمسخير البوراك تاكل فيه اللحم مرحي فري فهمت مش كيما الكونجلي اللي شريته له البارح تاع نار شهلة في السوق شفت اخويا هذاك الباذنجان ما عنده حتى طعم فهمت ب14 نل وش نيه هذا ها اي البنان روح شوف هذاك تاع البنان هذاك البنان قد ايه البنان اخويا 28 اخويا 28 هذا لا خفوا ربي شويه رمضان كيف هذا بنان 28 كل واحد اكحلك هكا ايش بيكم هذا خفوا ربي رمضان ابروقه
هيا نروح ونشوفوا الاخر. وين الاخر هذا؟ ياوك وينو؟ او الفراز او الفراز او الفراز، هزك مال هز. شوف يا سيدي، هاي لاشين ثاني عتي على الفراز. يا بقد الفراز اخويا 40,000 برك، لا 50 لا والو، طالقين فيه السيزي برك. هيا قدش نعطيك؟ يلا واشي 40,000 قصدك الكيلو؟ ايه مال الكاشو. كيف هذا 40,000؟ انتوما فرماسي انت ولا تبيع في شبيك هذا؟ 40,000 الفراز؟ انتوما قلعت بصة مخلوق. مالا مدولك بلاش وخلاص. هيا روح هيا نظر يا العقل. هيا هيا اختيني من هذا رمضان، هذا زكاك بالرمضان هذا كما كذلك نحن فعلي حلفة ما عمش حيات رجلي فيه، فهمت؟ هيا مشيني عقب الروح المرشي كوفار. هيا سيدي راه الحال، راه الحال. قلت لك امشي قدامي اليوم حال فعلي حال. كيلو نص ولد عمي زنبي الله يحفظك، اعطينا زوج حبات يرحمك بالاقل. ولد عمي كاينه كاينه، سلم الفار كاينه صاحبي كاين كاينه اخويا كاين كاين بالاقل اخوتي او كاين اللي قبلكم اخويا. يا سيدي بالعقل، يا ولدي بالعقل البركه سيدي بالعقل، خلونا نجوا قلت انت بالعقل عليكم. تاع اليوم اخويا تاع اليوم بالعقل اخويا، يا كاين اللي قبلك بالعقل. جيت الاول صاحبي ما ديتش، يصبر برك العقلي يا العقلي نحى انت الله تنحى يا سيدي، ما عرفوا نخش يا بطراسك بن عمي تاع شويه بن عمي طويل قاعد تقول لك نهار الجمعه اللي نتحدث معاك يا بطراسك شويه يا با ترسك عشو بالسيد يا با ترسك عشو حتى كلونا رمضان رمضان ولا وجي ولا يا سيدي وين راح هذا المصيبة هذا عيدري هالي ذوك رمضان رمضان ذوك قريبي ذا المقربة هيا بصصني الله لا يتربح لك العقل يا سيدي عندك لفحة تروح هيا سيدي ها وقيل يذن والله لا هو الاذان هيا ما طيبت ما ديت ما خليت المرأة طيب ما ذاك ويفا تدير وش ندير انا ذرك عبروقة وش كاين اروح تفطر عندي يا اخوي نربحوا فيك لجر وين هي جهة داركم؟ هاي منها هاي مرحبا بك مرحبا هاي كما كاش نفطر عندك هاي المرأة الله يسهل عليها هاي يا اخوي احنا ناس كرم ومرحبا بك اخوي على الاقل نبحوا فيك لجر وهي المرأة قاعدة بلا فطور كاش ما ديروا لي طبسي نديلها دوك نبعثوا لها مكة حتى مشكلة روح نبقى بارك الله انت ولا لا لا راك ناس مليح شايفك انت شايفك يا بركز فوت قدامي يعني وراك ربي يستر في هذا العام 17 ساعة صيام نشبع نوم حتى ننتان والمغرب ما زال ما يبان في رمضان راني نقول لكم انهار اخذوني خير لكم الدنيا راهي تدور بيا كرشي راهي تستر عليا كي نعبد للسوق العشية نولي نسخف حيلولية من كل حاجة نشري حية باه صبر روحي شوية انا في المغرب تفرح عيني كي روح اللي مدير مديني يلجوع باي باي يخطيني الميدة راي ملتني عيني زيد نخدمها بخيمة جبوبي نشربونا كل مكتوبي خلي نمسح كل ذنوبي انا يا شره ومغلوبي القصيدة لحنها علا وزادت حبها حسني والله يشوفي صعد الهوى وكملها ولسه يمينها